مرة أخرى ومقام الحجاز وأغنية من مقام الحجاز، واللي وضعناها كسلسلة بعد أن نأخذ أي مقام نأخذ بعده الأغنية للمقام الذي درسناه. واليوم راح ناخذ أغنية فوق النخل فوق لمطرب عراقي كبير وهو ناظم الغزالي، واللي هي من مقام الحجاز، واللي نلاحظها أمامكم الآن بالصورة، وهي من مقام الحجاز واللي تبدأ من الوتر الثالث ري، واللي كتب تفاصيلها حرفية ري صول 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 فا الإصبع الرابع على الوتر الثالث، واللي أسفلها أي يصبح كالتالي. راح أعزفها وأغنيها معاكم ثم أخذها في صورة. صل صل فا صل لا صل فا صل لا سي لا صل صل فا مي صل فا صل فا مي ري ري صل 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 فا صل لا صل فا صل لا سي لا صل صل فا مي صل فا صل فا مي ري لا صل صل فا مي ري لا صل صل فا مي ري باصل. الآن أمامكم، الآن بالتصوير أمامكم راح يكون كالتالي بعد ما تحفظون الصورة أمامكم واللي هي واضحة بالأصابع، لاحظ أمامكم هي بالورقة، وأرجو تصويرها يكون تصويرها تصوير واضح حتى تستطيعون أنه يكون حفظها واضح لكم. نعم أصدقائي، راح يكون أصابعها كالتالي، بدأت هذه صول وهذا ري، أوكي نبدأ إحنا من الري، ري صول صول، أوكي ري صول صول بالتعبير للأغنية وحفظ النغمات حتى يكون إنه واضح بعد ما نأخذ السلم اللي أعطيتكم إياه في الفيديو الأول، يكون ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي سمعت لا دو لا أصدقائي، وأتمنى الاشتراك بالقناة والإعجاب، وأي استفسار أنا جاهز لأي سؤال، حاضر على الواتساب الموجود في صندوق الوصف أو صفحتي على الفيسبوك أو في اليوتيوب
وتحياتي لكم زياد هادي.